اعتاد الوالد انه يحرص على انه هو يبنى مسجد الامام الصادق عليه السلام بالذات. هو كان مسجدنا او احنا نقدر نقول اللي نعتاد او نرتاد له في كل سنه من يوم كان عمري 5 4 سنوات، ودائما يحرص على انه يكون متواجد سواء كان في الاعياد، سواء كان في ايام الجمع، سواء في ايام ليالي القدر. ما ادري في هذا اليوم شنو اقول، هل اني انا اكون سعيد، هل اني اكون انا متضايق، شعور جديد اختلطت فيه عده امور عده جوانب، بس اللي عارفه انه في فقد احد. ابوي عاده لما كان يخلص يفرغ من صلاه العيد كنا نطلع انا وياه نفتر على اول شيء دواوين اخواننا السنه. اول شيء ياخذني نروح عند ديوانيه الطمار، ديوانيه الحريتي، ديوانيه المصباح، الهولي، في اكثر من منطقه. يحرص ان دائما اول ما يفرغ من صلاه العيد كان يتوجه حق ربعه، وما كان عندنا ان هذا يبقى من جهة أو طائفة معينة، ولا هذا من طائفة معينة، هذا كذا كذا، ما عندها هالشيء. بذلنا اللي نقدر عليه تكريما للشهداء ان احنا نقدم عيدية اللي هي عبارة عن وردة. كان دائما حوالين القبور ورود، ماي ورد، يعني هذا أقصى شيء نقدر احنا نقدمه كشيء مادي، أما كشيء معنوي أو كشيء يقدر يستفيد منه الشهيد، فهو أنه يشوف عياله مستانسين، يشوف عياله سعيدين ماضين في حياتهم بدعائهم له، بأعمالهم الخيرة، وإن شاء الله الله يقدرنا وإن إحنا نسعد والدنا، وكل أسرة تسعد شهيدها، فقيدها، أي متوفي، لأنه هو عند رب رؤوف رحيم. أتمنى من كل أسرة شهيد، من كل أسرة جريح، أدري الواقع على القلب صعبة، أدري الألم ما انجبر، ولكن صدقوني أبهاتنا، خوالنا، أعمامنا، أخواننا، أبنائنا، ما راح تكتمل سعادتهم إلا أن يرونا بسعادة وصحة وعافية. إحنا ما نقول خلاص نتخطى الموضوع ونمشي، ولكن نقول كل شيء بذكر الله وذكر محمد وآله راح يطمئنه.